مرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة للغزو الروسي لأوكرانيا. في اليوم 15 للحرب، روسيا تطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن حول اتهامها لواشنطن بمساعدة كييف على تطوير أسلحة كيميائية في أوكرانيا، الأمر الذي نفته المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، واتهمت بدورها روسيا بالتخطيط إلى شن هجوم بأسلحة كيميائية على أوكرانيا. أما في باريس فيلتقي القادة الأوروبيون لبحث تطورات الأزمة، والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول إن الرئيس الروسي قرر إعادة الحرب إلى أوروبا. نحن معكم في هذه التغطية الخاصة التي ينضم إلي فيها من الاستوديو الزميل عمر ربيع برهان بك، وكذلك عبر خدمة سكايب من نيويورك الدكتور نصير العمري المحلل السياسي، مرحبا بك كذلك، وكذلك من موسكو عبر خدمة سكايب السيد سيرجي شاشكوف الخبير الاستراتيجي والعسكري، مرحبا بك. أريد أن أبدأ معك سيد شاشكوف، إذا يعني استمعت إلى الخطابات في مجلس الأمن، يعني رأينا أن الدول المنطوية تحت الناتو هذا يعني كانت دائما تنتقد روسيا، حتى الصين والهند اللتان تعتبران نفسهما يعني حلفاء لروسيا يعني لم تأخذ كلام روسيا بشأن الأسلحة البيولوجية بشكل جدي، ودعتا طبعا إلى التفاوض وحل الأزمة بطريقة دبلوماسية. كيف تقرأ هذه الخطابات وهذه الجلسة بشكل عام؟ مساء الخير جميعا. ما يصح إلا صحيح. الموضوع هو مهم جدا وخطير جدا، والأمر هناك يعني أدلة ووثائق وبراهين تدل على وجود 15 مختبر كيميائي أمريكي في أراضي أوكرانيا، في متمركزة في مدينة كييف وخاركوف وأوديسا، وهناك معلومات موثوق بها بأن هذه المختبرات كانت تعمل على إيجاد الأسلحة البيولوجية، وبالمناسبة باستخدام الطيور، وكان هناك خطط لاستخدام الطيور التي هي تطير يعني حسب مواسم السنة من روسيا إلى أفريقيا ومن ثم تعود إلى روسيا. هذا يمكن وصفه بأسلحة التدمير، ليست شامل ولكن مختص بتدمير فئة معينة من الناس، يعني بناء على فئة الدم ولا آخره. نعم. فأعتقد إنه هذا الموضوع ليس بالصدفة أصبح على رأس الأخبار وتم رفعه إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة. نعم، ولكن يعني رأينا حتى الصين والهند، الصين بالتحديد لم تأخذ هذه الإدعاء بصورة جدية، دعت إلى التفاوض بين الجانبين. كيف تقرأ الموقف الصيني في هذه الجزئية بالتحديد وبشكل عام بتعاملها مع الأزمة الأوكرانية؟ المعلوم انه ما يسمى بكوفيد، كان هناك روايات كثيرة وكانت هناك اتهامات متبادلة كثيرة، حيث الولايات المتحدة كانت تتهم الصين بأن كوفيد تم نشره أصلا في الصين، وكان هناك أدلة أن أول حادث لمرض كوفيد تم قبل ما انتشر الوباء هذا عالميا. فلننتظر إلى الأدلة العلمية الموثوق بها وليس عناوين. نعم.
سيد دكتور نصير العمري، يعني في سياق أيضا هذه الجلسة الطارئة التي عقدت في الأمم المتحدة، كانت قد نفت من جهة طبعا مندوبة الولايات المتحدة الإدعاءات الروسية، ولكن من جهة أخرى اتهمت موسكو بالتخطيط للتنفيذ لهجوم كيميائي. ويعني يجب أن نقول أن رئيس الأركان الفرنسي اليوم يقول أن هناك يعني دفع وكأنه للرئيس الروسي إلى الزاوية، وهذا ممكن أن يجعل سلوكه غير قابل للتنبؤ على حد تعبيره. وحتى أن مصادر خاصة لـ 24 نيوز قالت إن يعني بحديث مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، يعني كان قد قيل له أن الضغط الزائد وكأنه على بوتين من ممكن أن يجعله يستعمل أسلحة ثقيلة، أسلحة دمار شامل وما إلى ذلك. هل فعلا هذه السياسة الأمريكية الأوروبية بالعقوبات وزيادة الضغط هي السياسة الصحيحة بحسب رأيك؟ يعني أعتقد بأنه السيد بوتين لم يترك مجالا إلا للتصعيد والمواجهة، والحديث هذا عن الأسلحة الكيماوية وغيرها يعني حديث غريب، لأنه الدولة الوحيدة التي يعني أو الدولة التي استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المعارضين الروسيين في بريطانيا وضد نافالني هي روسيا، والدولة الوحيدة التي تحمي نظام استخدم الكيماوي ضد شعبه هي روسيا، حيث أنها تدعم نظام بشار الأسد في سوريا. فغريب يعني هذا الحديث عن الاهتمام الروسي الفجائي بسلامة العالم من الأسلحة الكيماوية، والمعروف يعني هذا التكتيك مقصود منه تشتيت الانتباه، يعني بدل أن نتكلم عن قتل المدنيين الأوكرانيين في المستشفيات من رضع وأطفال، يريدوننا أن نتحدث عن هذه الحرب الكيماوية الافتراضية غير الموجودة. فبالنسبة لقضية الضغط يعني وكيفية ردة فعل السيد بوتين، يعني قامت الولايات المتحدة وحلفائها بكل ما تستطيع لثني السيد بوتين عن غزو أوكرانيا، واليوم فعلا غزا ويقتل ويحاول إسقاط الدولة الأوكرانية وهي دولة شرعية، والعالم يرد عليه. فالتصعيد يعني التصعيد هو يأتي من السيد بوتين، والناتو يحاول. ولكن إذا كانت قضية استخدام الأسلحة الكيميائية والنووية كما هدد بوتين قبل أسبوع في أوكرانيا مطروحة على الطاولة، ألا يقول هذا أن على الولايات المتحدة وحلفائها أتفهم الموقف الروسي وربما يعني التشاور والتفاوض معه بما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى الناتو، بما يتعلق بمتطلبات روسيا الأخرى في داخل أوكرانيا وغير ذلك؟ يعني لو كانت هذه هي طلبات السيد بوتين لتم تلبيتها، ناتو وضع على الطاولة قال نحن منفتحون للحوار حول مخاوف روسيا الأمنية، ولا يوجد الناتو حلف دفاعي ولا يستهدف روسيا، وهذا ضرب من الجنون. يعني كيف يستهدفون روسيا وبأي حق يستهدفون روسيا وأراضي روسيا؟ كل هذا الكلام في الحقيقة هو بروباغندا روسية، كانوا يتحدثون عن روس يتعرضون للمضايقة، وثم تبين بأن الهدف الحقيقي هو ضم أجزاء من أوكرانيا. إذن هو توسع وعدوان ليس له علاقة لا بالكيماوي ولا بالتهديد الناتو، وليس له علاقة بالروس أنهم يتكلمون الروسية. كل هذا في الحقيقة هو ديستراكشن، يعني ذر الرماد في العيون. نعم دكتور، عفوا السيد شاشكوف، يعني بما يتعلق باتهامات الولايات المتحدة لروسيا بنيتها استخدام الأسلحة الكيميائية، هل فعلا يعني بصفتك خبير استراتيجي وكذلك عسكري ترى بأن الحكومة الروسية من الممكن أن تتجه نحو هذا الاتجاه، خصيصا على يعني خلفية العقوبات والضغط المتزايد على الكرملين؟ كل ما استمعت إليه حاليا يذكرني من حكايات الخوض البيضاء في سوريا، فالإجراءات الأخيرة التي لقد تم اتخاذها من قبل واشنطن وبعض دول أوروبا يثير قلقا من الصحة النفسية أصحاب تلك القرارات. على سبيل المثال اليوم قرر الرئيس بايدن بمنع استيراد فودكا من روسيا، وقبل يومين قررت الحكومة التشيكية بمنع تصدير بيرة تشيكية إلى روسيا، وقبل ذلك تم منع
مشاركة القطة الروسية في المعارض الدولية. فيعني هذا الموضوع يحتاج إلى التحليل والدراسة من قبل الأطباء وليس السياسيين والعلماء. نعم، ولكن بما يتعلق بالأسلحة الكيميائية مرة أخرى، هل فعلا من الممكن أن تتوجه روسيا نحو هذا الاتجاه في حال ازداد الضغط عليها استراتيجيا وعسكريا الرئيس بوتين إذا لم يلقى أي تفهم من أجانب الغرب؟ الأسلحة الكيميائية التي كانت في أيادي القوات المسلحة الروسية لقد تم القضاء عليها تماما وبشكل شامل وتم وبموجب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، وليس في ترسانة القوات المسلحة الروسية السلاح الكيميائي إطلاقا. سوف نعود طبعا إلى ما يحدث في الميدان الأوكراني، ولكن قبل ذلك موقف يعني إسرائيل من هذه الأزمة زميل عمر هو متخبط نوعا ما، وكذلك يعني انتقادات لكيفية استقبال اللاجئين الأوكرانيين في إسرائيل، ومن جهة أخرى إكسيوس الآن تقول إن يعني مصدر في الحكومة الأوكرانية يقول يعني بنت يريد فقط أن نخضع للشروط الروسية. صحيح. أولا بالنسبة للجهة الأوكرانية في الحكومة الأوكرانية هي غاضبة جدا عن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت، هي تقول أيضا أن أو تتهم بنت بأنه ذهب للوساطة بين أوكرانيا وروسيا ليس لشيء إلا لكي يتجنب إدانة روسيا، بمعنى أن الوساطة الإسرائيلية هي ليست بالفعل وساطة وإنما هي هروب من عدم مواجهة الطرف الروسي. وبطبيعة الحال فإن هناك أيضا جهات في داخل أوكرانيا التي تقول أن بنت كان يقنع ويضغط ويمارس ضغوط كبيرة على زيلينسكي لكي يستسلم، هكذا بحسب الجانب الأوكراني. أما بالجانب الإسرائيلي فإنهم ينفون هذا الأمر. بالنسبة لإسرائيل بليغ وزير الخارجية لبيد سيسافر يوم غد أو في مساء يوم غد إلى رومانيا، إلى دولتين مجاورتين لأوكرانيا هما رومانيا وسلوفاكيا، هناك سيلتقي بالدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يعملون تحت الضغط وبصورة طارئة للأسبوع الثاني على التوالي من أجل إخراج الإسرائيليين من أوكرانيا وإرسالهم إلى إسرائيل. بطبيعة الحال فإن لابيد سيستغل مكوثه في تلك الدولتين كي يلتقي أيضا بعدد من المسؤولين رؤساء الحكومة ورئيسة سلوفاكيا إضافة إلى وزراء الخارجية في كلتا الدولتين. على صعيد آخر السفير الإسرائيلي في روسيا إليكس بيلزفي التقى يعني نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف، وهكذا بحسب بيان من وزارة الخارجية في موسكو، وتباحثا يعني الوضع الإنساني في أوكرانيا ومحيطها. وأريد أن أقول أيضا إلى أن سفير أوكرانيا في إسرائيل أيضا كان له مؤتمر صحفي اليوم، قال إنه شخصيا يتفهم أن إسرائيل لا تريد أن تمنح أو تنقل أسلحة دفاعية لبلاده، ولكن الرئيس زيلينسكي لا يتفهم هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يتوقع من الشركات الإسرائيلية الانضمام إلى العقوبات الدولية أو الغربية على روسيا وعدم التعامل مع الشركات الروسية. ولكن هناك أيضا نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند تقول للقناة العبرية الإسرائيلية الثانية عشرة أنها أيضا تتوقع أن تكون إسرائيل أو تنضم إسرائيل إلى العقوبات الغربية على روسيا. هذا يقول أن لا يوجد هناك تفهم يعني الوضع الحرج والحساس لإسرائيل في هذه المسألة؟ بطبيعة الحال نعم، إسرائيل تريد أن تحافظ على نوع من التوازن في العلاقات مع كلا الطرفين. وبطبيعة الحال فإن السفير الأوكراني أيضا تطرق إلى أمر آخر هو قضية اللاجئين، وأنت في سؤالك ذكرتها بليغ. إسرائيل تواجه الآن معضلة، المعضلة هي أن إسرائيل يعني بحسب قانونها تجيز لليهود من كل أي يهودي في العالم يأتي إلى إسرائيل فإنه يتلقى الجنسية الإسرائيلية فورا ويتم استيعابه. أما السؤال
السؤال هو حول اللاجئين يعني من ديانة غير اليهودية أو من قومية غير العبرانية، فإن إسرائيل تواجه صعوبات باستيعاب هؤلاء، وهذا هو السبب الذي انتقد السفير الأوكراني إسرائيل عليه. يعني هو يصفهم بعدم الأخلاقية أو يرمز بأنهم عنصريون، يعني إسرائيل لا تستقبل إلا اللاجئ العبري أو العبراني أو اليهودي. وبطبيعة الحال فإن أيلت شكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية ردت اليوم بأن إسرائيل هي دولة صغيرة جدا ولا يمكن لها أن تكون بديلا لدول أوروبا الكريمة جدا مع اللاجئين الأوكرانيين. وبطبيعة الحال فإن أيلت شكيد، وأيضا يوم أمس بليغ، كان هناك على شاشات التلفزة في إسرائيل صور مؤلمة للاجئين الأوكرانيين الذين نزلوا من الطائرات في المطار إسرائيل الدولي وهم يفترشون الأرض، وهذا ما أغضب الإسرائيليين المتعاطفين مع الأوكرانيين بطبيعة الحال. ولكن إسرائيل أيضا تحركت من أجل هؤلاء، هم إسرائيل يعني كانت السلطات الإسرائيلية الأوكرانيين أو اللاجئين الأوكرانيين غير اليهود كانوا عالقين في المطار في إسرائيل، لا يسمح لهم بالدخول. ولكن بطبيعة الحال فإن الجيش الإسرائيلي مع كل يعني الشلل التي تصاب به المؤسسات الوزارات الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي هو الذي تدخل واقترح أن ينقل هؤلاء إلى بيوت وأماكن كانت مخصصة للمحجور عليهم بسبب فيروس كورونا. وبطبيعة الحال فإن إسرائيل أيضا أعلنت أن عدد اللاجئين الأوكرانيين لديها هم 25 ألف لاجئ. نعم، شكرا لك حتى هذه اللحظة زميل عمر. عودة إليك دكتور نصير العمري، يعني حدث مهم أيضا اليوم هو المؤتمر الذي يعقد حاليا في باريس، مؤتمر فيرساي. الرئيس ماكرون يعني في حديثه إلى الصحفيين كان قد سئل حول يعني ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعني يستبعد قضية فرض عقوبات على الغاز والنفط الروسي، هو قال لا نستبعد، أي سوف يقوم الاتحاد الأوروبي أيضا أو يعني مطروح على الطاولة قضية فرض عقوبات كما فعلت الولايات المتحدة. هل هذه فقط تصريحات إعلامية بحسب رأيك، أم أنه فعلا تستطيع أوروبا أن تتخلى عن الغاز والنفط الروسي؟ يعني ما يحصل الآن هو في الحقيقة موضوع التوقف عن استيراد النفط الروسي له جوانب معقدة، فما زال الكثير حتى الاقتصاديون يعني يحاولون أن يفهموا أبعاد هذا القرار على الشركات الغربية وعلى السوق وإيجاد البدائل. ولكن أظن بأنه ما سيجعل هذه الدول تتحرك على المدى القصير باتجاه قطع كل الاستيراد من روسيا، استيراد الطاقة، أظن بأنه ما يحصل على الأرض هذا هو العامل الرئيسي. إذا بدأنا يعني برؤية يعني لا سمح الله جرائم كما رأينا في قصف المستشفى، وإذا رأينا يعني جرائم تشبه ما حصل في روسيا على يد النظام الروسي والسوري، فالعالم لن يستطيع الاستمرار باستيراد الطاقة وسيدفع ثمنا باهظا لذلك. لكن لحد الآن أظن بأنهم يعني على المدى البعيد إذا استمرت روسيا بهذه السياسة، سياسة التوسع، فلا يمكن للغرب أن يعود إلى استيراد الطاقة. فما يحصل الآن هو دراسة تقنية لكيفية تخلي الغرب عن الطاقة والغاز الروسي. ورأينا بأن قطر الآن أصبحت يعني عضو صديق أو عضو فخري في الناتو، وهذا دليل على ما يفكر به الغربيون، وهو على المدى المتوسط والبعيد يريدون أن يبتعدوا عن الاعتماد على روسيا، لأنه كما ظهر اليوم يستخدمه السيد بوتين كسلاح في هذه المعركة في أوكرانيا. نعم. عودة إلى الميدان الأوكراني سيد سيرغي، إذن يعني اليوم الأمم المتحدة، لا أتحدث عن أوروبا، لا أتحدث عن الولايات المتحدة، أتحدث عن الأمم المتحدة، هي بنفسها تدين الهجمات الروسية وتندد بها على الأهداف المدنية. لماذا تستمر روسيا بقصف الأهداف المدنية حتى يعني المستشفيات والمستشفيات النفسية وكل هذه الأمور التي نراها فعلا يعني بالفيديو والصور؟ أرجوكم أن تتوقفوا على الوقاية والوثائق وليس على الدعايات الغربية. في تاريخ في يوم 7
من الشهر الجاي. لقد قدم الوفد الروسي في الأمم المتحدة وثائق تدل على أن كل هذه الاتهامات على أساس روسيا تهجم المستشفيات وردود الفعل والآخره كلها كاذبة ومفابركة. والمستشفى الذي كانت أجهزة الإعلام الغربية تسأل عنه أثناء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف في تركيا قبل يومين كانت تكرارا ومرارا عن هذا الحادث. هذا الحادث هو هذا المستشفى كان خاليا من المرضى وخاليا من الدكاترة، وكان هذا مقر مسلح للميليشيات النازية. هذا هو الحال أيضا بالنسبة للمستشفى للأمراض النفسية في خاركوف بحسب رئيس بلدية خاركوف. رئيس بلدية خاركوف أدلى بأمر لمواطني البلد أنه أي واحد يريد يترك المدينة سوف يتم الرمي عليه باعتباره خائن. هل يعرف مجلس الأمن بذلك؟ فأنت تقول أن يعني هناك نية من الجانب الأوكراني يعني أن يعني يكون هناك ضحايا مدنيين لكي تتهم روسيا ب يعني هذا الأمر. الزميل عمر، ربما لديك أيضا قراءة بما يتعلق بقضية استهداف روسيا لمنشآت إنسانية على الأقل بحسب الاتهامات الغربية وكذلك ما قرأناها اليوم من الأمم المتحدة. صحيح، أعتقد أن استهداف البنية التحتية في المدن الكبيرة في أوكرانيا يتصل بشكل مباشر بنزع الشرعية عن الرئيس زيلينسكي. ربما يتساءل المشاهد كيف، ويحاول يعني باقتضاب يعني أن أقوم بتحليل هذا الأمر. أولا أريد أن أشدد على أن التكتيكات التي يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا مستمدة بغالبيتها من تجربته في سوريا، بمعنى أن الجيش الروسي وعند يعني عندما خاض الحرب في سوريا فإنه ركز على المدن الكبيرة جدا، وكان يعني كمثلا كدرعا كالغوطة كحلب، وبطبيعة الحال فإنه كان بالبداية يحاصر هذه المدن الكبيرة وبعد ذلك يعني يقلب الحياة فيها جحيما لكي يرغم المدنيين على مغادرتها عبر ما يعرف بالممرات الآمنة. بعدما يتم إخلاء المدنيين من هذه المدن يكون هناك حرية وسهولة للقوات الروسية لكي يعني تنتشر، أو السورية في سوريا لكي تنتشر برا في هذه المدن، وبالتالي فإنه يتم بسط السيطرة عليها. وكلما كان هناك مدن أكبر في سوريا تحت قبضة الأسد، حلب، درعا، الغوطة، فإن المعارضة كانت تتقوقع على نفسها في إدلب، وبالتالي فإن الشرعية أصبحت مع الأسد. تقول أن هذه التكتيكة بطبيعة الحال ما يستخدمه الجيش الروسي في سوريا يقوم باستخدامه الآن في أوكرانيا. انظر ولكن دعني بليغ بجملتين. انظر اليوم ماذا يفعل في مايروبول، في كييف، في أوديسا، في جميع المدن، في خرسون. هو يقوم بتطويق المدن، قصف البنى التحتية، ممرات آمنة، يخلي بحسب الأمم المتحدة فإن نصف كييف، نصف سكان كييف كانوا قد أخلوها، نصف سكان كييف أخلوها. هذا يعني بأن العملية البرية في كييف وفي المدن الكبرى سيتم السيطرة عليها بسهولة. وهذا الأمر سيكون له وقع، بمعنى أن الجيش الروسي سيكون مسيطر على كل المدن الكبيرة في أوكرانيا، ولن يتبقى لزيلينسكي إلا المدن الصغيرة، وبالتالي فإن الشرعية عنه ستزول. بداية سيد سيرجي، يعني ما رأيك بهذا التحليل بما يتعلق بالتكتيكات العسكرية بصفتك خبير عسكري؟ وربما إذا كان معنا وقت، يعني لدينا فقط دقيقتان، التطرق إلى قضية السماح لمرتزقة بالقتال في أوكرانيا. لماذا تريد أو ماذا تحتاج روسيا إلى مرتزقة في أوكرانيا؟
التصريح الأخير الذي صدر اليوم من كرملين أثناء اللقاء بين الرئيس بوتين ووزير الدفاع شويغو، هذا هو التحرك مهم في جبهة الحرب الإلعابية. كما تعلمون صرح الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن هناك 16,000 من المتطوعين من مختلف أنحاء العالم بطبيعة الحال الدول الغربية الذين يتطوعون للذهاب إلى أوكرانيا وللمشاركة في هذه الحرب. نفس هذا الرقم 16,000 كان ذكر في تصريح في اقتراح وزير الدفاع سيدي. في اقتراح وزير الدفاع شويغو للرئيس بوتين لجلبهم إلى جبهة القتال للمشاركة، يعني 16,000 أنتم جايبين الناس من نيوزيلندا ما أدري وين، نحن رح نجيب هؤلاء الذين طيروا الحظ للقوات المسلحة الأمريكية من سوريا والعراق وأفغانستان. أي المعاملة بالمثل تقول. شكرا لك سيد سيرجي شاشكوف الخبير الاسترجاعي العسكري، كنت معي من موسكو على هذه المشاركة، وكذلك دكتور نصير العمري المحلل السياسي كنت معي من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، ونشكرك الزميل عمر ربيع على تواجدك معنا في هذه التغطية. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام تغطيتنا الخاصة، نلقاكم مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.